منصة إيفاد توفر لمستخدميها قنوات للتواصل والتفاعل مع مختلف مجالس شرطة دبي، وتتيح لهم مساحات للمشاركة في مختلف البرامج والفعاليات الخاصة بتلك المجالس. مجلس طلبة الكليات والجامعات: يشكل المجلس حلقة الوصل التي تسهم في دعم وتفعيل دور طلبة الجامعات من مختلف البرامج والتخصصات الدراسية من خلال توفير البيئة الحاضنة لإبداعاتهم وأفكارهم ومشاركاتهم المجتمعية واستثمار قدراتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم لدعم وتطوير مختلف المشاريع والمبادرات الشرطية والأمنية في شرطة دبي. يمكنك الضغط على زر نبذة لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمجلس وأهدافه، بالإضافة إلى التسجيل في مختلف البرامج والأنشطة. مجلس القيادات الشابة: يساهم المجلس في دعم وتفعيل دور القيادات الشابة في القيادة العامة لشرطة دبي، وتشكيل جيل من الشباب القادرة على إدارة المنظومة الأمنية بكفاءة وفاعلية، ويرتقي بها إلى أعلى المستويات العالمية، بالإضافة إلى دورها الفاعل في وضع خطط ومبادرات تسعى إلى ضمان استدامة عطاء الشباب والاستفادة من إمكانياتهم ومهاراتهم في بناء المستقبل الأمني والشرطي. يمكنك الضغط على زر نبذة لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمجلس وأهدافه، بالإضافة إلى التسجيل في مختلف البرامج والأنشطة. مجلس العلماء: يساهم المجلس في بناء جيل إماراتي من العلماء والباحثين والخبراء في المجالات الأمنية، إلى جانب تشجيع الدراسات والأبحاث العلمية والتكنولوجية التخصصية التي من شأنها المساهمة في بناء مجتمع ذو أساس علمي. كما يعمل المجلس على تشجيع الكتابة البحثية وتحفيز العلماء بالمشاركة في المؤتمرات الداخلية والدولية ونشر أبحاث وأوراق علمية في مجلات علمية مرموقة تدعم التوجهات التي تعنى بتطوير العملية التعليمية ونشر ثقافة البحث العلمي. يمكنك الضغط على زر نبذة لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمجلس وأهدافه، بالإضافة إلى التسجيل في مختلف البرامج والأنشطة. مجلس الطلبة المبتعثين: يساهم المجلس في دعم وتفعيل دور الطلبة المبتعثين خلال مختلف مراحل الابتعاث من خلال مجموعة من الخطط والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز قيم الولاء والتمثيل المشرف للوطن خارج الحدود، وتحفيزهم للمزيد من العطاء والتميز في التحصيل الدراسي، وتشجيعهم على إبراز مواهبهم والاستفادة من إمكانياتهم في مختلف المحافل العالمية التي تعنى بتطوير المنظومة الأمنية والشرطية. يمكنك الضغط على زر نبذة لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمجلس وأهدافه، بالإضافة إلى التسجيل في مختلف البرامج والأنشطة.